أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء. في هذا الفيديو جمعت لكم الأيام التي رجحت فيها ليلة القدر في خلال الخمس سنوات الماضية. قد يكون في هذا الفيديو طويل على بعض الأحباب، لكنه مفيد للغاية، خاصة في مسائل الترجيح والأحاديث التي وردت فيها وتفاصيل مهمة عن ليالي القدر وكيف تكون زوجية والأحاديث التي وردت فيها. أيضا فيها تفاصيل مهمة لكيفية تحري شروق الشمس. أرجو الاستماع لهذا الفيديو وإن طال، يعني أرجو الاستماع لهذا الفيديو وإن طال، فإن فيه حقائق مهمة إن شاء الله بإذن الله تعالى تستفيدوا منها من خلال متابعتكم لتحري ليالي القدر وشروق شمسها. تابعوا معي ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اليوم هو 29 من شهر رمضان لعام 1437 للهجرة، ومع إطلالة شروق شمس هذا اليوم أضع لكم المشاهد التالية، علما بأنني أرى فيها شعاع قوي، وكنت آمل أن يتحقق ما كنت أو ما رأيته في الأعوام السابقة في عامي 1435 و36، وكانت ليلة 29. في هذا العام تأكد لي أو ترجح لي أن ليلة 24 من شهر رمضان كانت هي الليلة العجيبة، أو كانت شروقها عجيبا، وكانت ليلتها أيضا عجيبة، كانت باردة على غير العادة. وفوجئت في اليوم الثاني ظهرا بأن الأهل، يعني الزوجة، تقول لي اليوم أنا أدخل المطبخ وأجده بارد على غير العادة، ويوميا أنا أستخدم التكييف. قلت لعلها البارحة كانت ليلة القدر، لكن بالرجوع أرجو من الجميع الرجوع إلى تسجيل يوم 24 من شهر رمضان، حيث تجدون فيه المفاجأة. أنني تعجبت ذلك اليوم من تلك الشمس التي خرجت بتلك الصورة، وبحثت بعدها عما يدل على أن ليلة القدر قد تكون في ليلة 24 من شهر رمضان، فوجدت حديثا لبلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 24. رواه أحمد وإسناده صحيح، ورواه الطبراني أيضا وحسنه الهيثمي. هذا الحديث أزال عني التعجب الذي تعجبته في ذلك اليوم. أرجو من الإخوة المتابعين والمشاهدين الاستماع والعودة إلى فيديو يوم 24 من شهر رمضان. أنا حقيقة أرجح تلك الليلة، والله أعلم وأحكم.
أما شروق هذا اليوم فهو بلا شك أشعة ساطعة شبيهة بيوم الأمس، ولا أملك إلا أن أقول أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وإن كان الأغلبية من الناس في تلك الليلة يعدونها ليلة زوجية، إذا كانت طبعا ليلة القدر يعدونها ليلة زوجية ولا ويتكاسلون، أو أغلب الناس يتكاسل في مثل هذه الليلة لأنها ليلة زوجية، مع العلم أنه ينبغي أن نتحراها طوال العشر الأواخر من شهر رمضان كاملة حتى يزول أو حتى يظفر الإنسان بها. أما قضية التتبع لليالي الوتر فقد تكون في يعني بعض الأيام أو بعض الشهور قد تكون ليلة زوجية وهي ليلة فردية، أو إذا صح الحديث عن بلال وهو صحيح، إذا حديث بلال يوافق حديث واثلة ابن الأسقع والذي قال فيه أنزلت الكتب السماوية حتى ذكر القرآن الكريم وقال أنزلت الفرقان ل24 خلد. الجمع بين حديث بلال وحديث واثلة، طبعا الطبراني يقول أن حديث واثلة يقصد به ليلة ل24، يقصد أنها ليلة 25. حديث بلال رضي الله عنه يقول أنها ليلة 24. فمعنى ذلك أنه إذا أردنا الجمع بين الحديثين فحديث بلال فحديث واثلة معناه يفسره حديث بلال رضي الله عنه، لأنه قال ليلة 24، ولا كما فهمناه بأنه ليلة يوم 24 ليلة 25. أحسبه كذلك، يعني حسب فهمي أحسبه كذلك وقد أكون مخطئا، لكن هذا ما أراه. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيد علينا شهر رمضان المبارك، وأن يتقبل منا صيام هذا الشهر. وأسأل الله عز وجل أن يكون غدا هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان، وهو كذلك إن شاء الله فلكيا، وهو كذلك فلكيا، ولا أعتقد أنه سوف يرى. والله أعلم وأحكم، وكل عام أنتم بخير. اليوم هو 24 من شهر رمضان لعام 1437 للهجرة، وأضع لكم المقاطع الأولى أو الصور الأولى لشروق شمس هذا اليوم. والله شيء عجيب، اليوم بدون شعاع نهائيا، لكن لم نعد نميز حقيقة. والله إني أنظر إليها كالقمر، اليوم عجيبة غريبة. يبدو أن تحديدها بأشعة الشمس أو بطلوع الشمس فيه صعوبة كثيرة، إلا إذا كان هناك أجهزة تحدد نسبة الأشعة من غيرها من الأيام، فربما هو الحل الوحيد في مثل هذه العلامة التي وردت في السنة النبوية المطهرة.
البارحة ليست ليلة وتر ولكنها إلا بالنسبة ليلة وتر بالنسبة للدول التي صامت بعدنا بيوم، فهي تعتبر ليلة 23. اليوم هو 22 من شهر رمضان لعام 1438 للهجرة، ومع إطلالة شروق شمس هذا اليوم أضع لكم هذه المشاهدات لشروق شمس هذا اليوم. وحقيقة هذا اليوم عجيبة جدا جدا، خرجت الشمس ضعيفة دون شعاع، فلله الأمر من قبل ومن بعد على غير العادة. أمس كانت شعاعها واضح جدا، هذا اليوم أرى أمامي قمرا كما تشاهدون، وسبحان الله أمرها غريب وعجيب. العام الماضي أذكر كانت نفس الطريقة، يعني في اليوم 22، لو عدتم إلى قناتي في اليوم 22 لعام 1437 للهجرة لوجدتم أنني تحدثت متعجبا عن تلك الشمس التي خرجت بتلك الصورة. أمرها والله عجيب جدا جدا، علما بأنها البارحة ليلة زوجية، ليلة 22، فلله الأمر من قبل ومن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم هو 29 من شهر رمضان لعام 1438 للهجرة، الموافق ل 24 من الشهر السادس لعام 2017 ميلادي، واليوم هو السبت. مع إطلالة شروق شمس هذا اليوم، بكل تأكيد شمس ذات شعاع واضح، وعليه أقول بعض النقاط من خلال قراءتي للشمس في العشر الأواخر. أولا إن شاء الله بحوله وقوته، أن غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وكل عام أنتم بخير، وبنسبة 90% سوف يرى الهلال إن شاء الله، وفلكيا سوف يرى بإذن الله تعالى، والفيصل بيننا وبين بين أهل الفلك، بين المترائين ومن وأهل الفلك، الفيصل بيننا وبينهم هي الرؤيا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن غالبا أنه سوف يرى الهلال هذه الليلة بإذن الله تعالى بعد مغرب هذا اليوم أو مع غروب هذا اليوم. الشيء الثاني، لقد ترجح لي أن ليلة 22 من شهر رمضان هي في الغالب أنها كانت ليلة القدر، وذلك للصفات التالية. أولا أن حديث ابن عباس
الذي قال فيه عن وصف شروق شمسها أنها تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، ولم أجد هذه الصفة في خلال الأيام العشر إلا في صبيحة 22. ثانيا، هناك حديث لابن عباس رضي الله عنه قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. رواه البخاري. لو أردنا أن نفصل هذه المسألة أو هذا الحديث نقول، يعني من خلال متابعتي يظهر لي فعلا أنها تتنقل، بمعنى أن العام الماضي رأيت في عام 1437 هجرية، رأيت أن الليلة التي رجحتها كانت ليلة 24. فعليه أقول في عام 1437 ليلة 24 تبقى لسابعة تبقى، لسابعة تبقى يكون ليلة 24 بالحساب من الليلة 30. عام 1438 هذا العام ليلة 22 لتاسعة تبقى بالحساب من الليلة 30. وأعتقد أنه بمشيئة الله في العام القادم إن مد الله في أعمارنا، ونسأل الله ذلك، وأن يبلغنا رمضان لعام 1439 للهجرة، إن شاء الله بإذن الله تعالى أنني سوف أذكركم بهذا، ولعلها تكون إن شاء الله تكون ليلة 30، يعني في عام 1438، في عام 1439 تكون، ربما تكون ليلة 30 وكآخر، يعني كآخر ليلة، وربما يكون الشهر شهر كاملا إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا يوافق أيضا حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، والذي قال فيه بأن القرآن أنزل ل24 خلت من رمضان، وهذا يوافق هذا الترتيب الذي يعني ذكرته، وبأنها تتنقل في هذه الأيام. هذا أيضا يعني حتى أكون منصفا، يوم 27 حينما كنت أعلق ذكرت بأنها كانت ذهبية، هذه اللفظة جعلتني أعود لتسجيلات سابقة لأني ذكرت هذه اللفظة، فوجدتها في أيضا في صبيحة 27 لعام 1437 للهجرة، هي خرجت في هذا اليوم اللي هو يوم 27 ذهبية. بحثت في السنة فوجدت في حديث أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها مثل الطست، مثل الطست. الطست بحثت عنه فوجدت أن معناه إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوي، فعلا يعني النحاس يقارب الذهبي تقريبا في اللون. فأنا ذكرت هذه اللفظة ثم رجعت بي الذاكرة أنني في يوم من الأيام من العام الماضي ذكرت هذه اللفظة، فوجدتها كانت في 27. لكن يوم 27 الأشعة كانت واضحة، يعني بعد ارتفاعها بقليل ظهرت الأشعة، عكسها تماما يوم 22 وكانت حمراء ضعيفة، مصداقا لما قاله ابن عباس رضي الله عنه. لا أدري ماذا أقول لكم، ولكن يعني من باب ما يؤيد كلامي، أحد الأخوة الكرام
يعمل قاضيا في أحد المحاكم الشرعية، يتابع تحري شروق الشمس الذي أصوره سنويا، فقال لي، أرسل لي رسالة، قال: السلام عليكم، لا أدري ما أقول لك أخي الكريم، لكني لم أحرص على انتظار تصويرك لشروق الشمس مثل اليوم، يعني اللي هو يوم 22، لأن العلامات أثناء الليلة كلها قد كانت متوافرة، فقد كانت ليلة عجيبة جدا، طلقة مضيئة، فيها نور وانشراح، فشدني ذلك لأن أنظر في القمر فإذا هو كالجفنة، ذلك لأن كما جاء في الحديث: وانتظرت ما يصدر عن تصويرك فأريتنا في تصويرك عجبا، اللهم إنا نسألك من فضلك، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يكتب لنا أجرها. يعني ظهر له من تلك الليلة في أثنائها ما يؤيد تصويري لها صباحا، وما يشهد إن شاء الله بإذن الله تعالى لشروق شمسها الذي وصفته لكم. أيضا بعض الأخوة قرأت لهم تعليقات تؤيد كلامي هذا، وأنهم رأوها بصورة مختلفة. يعني حتى هذه اللحظة أنا لا أجزم بشيء معين، لكن أنا أذكر لكم ما رأيته في خلال العشر، سواء كان في 22 أو 27 التي يرى أغلب الناس أو كثير من الناس أو عامة الناس يرونه أنها ليلة القدر. هذا ما رأيته بعيني في هذا العام، وهذا ما وصفته لكم، ويشهد الله على ما أقول. أسأل الله جل في علاه أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل منا شهر رمضان المبارك لهذا العام وكل الأعوام التي مضت من أعمارنا، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الفائزين دائما فيها بليلة القدر. وأسأل الله عز وجل أن ألقاكم إن شاء الله في هذا المكان أو أماكن أخرى لرصد شروق شمس عام 1439 للهجرة، وربما العام القادم إن أمد الله في أعمارنا وجمعنا بكم على خير إن شاء الله، سوف أبتدئ بالتصوير من أول يوم في رمضان، بحيث أصور الواحد من رمضان وربما 17 وثم 19 20 وهكذا حتى نهاية الشهر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وكل عام أنتم بخير. أبارك للجميع عيد الفطر المبارك في كل لكل من يصله صوتي، وفي كل أرجاء المعمورة وكل ديار المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يصرف عنا أعداء الإسلام والمسلمين وكل من يكيد لهذا الإسلام وكل من يكيد لهذا البلد وكل من يكيد لإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم احفظنا واحفظهم واحفظ إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم لا تحرمنا أجره واكتبنا واعده علينا وعلى من نحب وعلى آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا وزوجاتنا وكل من نحب، أعده علينا وعلينا وعليكم جميعا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.